طبعا هناك مشروع قسم الطوارئ، زيارة الطاقة الاستيعابية فيه من 80 سرير إلى 120 سرير، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة الإنعاش من 8 أسرة إلى 16 سرير، وهذا مشروع قابل على الانتهاء، راح إن شاء الله ينتهي منه في أكتوبر 2022. بالإضافة إلى الاعتماد الكندي للحوادث أيضا تم يعني البدء فيه، ومتوقع أنه يأخذ له 6 شهور إلى 9 شهور للانتهاء منه إن شاء الله. بالإضافة إلى غرف عمليات، إنشاء 4 غرف عمليات جديدة راح يتم الانتهاء منها في أكتوبر، وهذه راح تزيد الطاقة الاستيعابية في غرف عمليات مجمع السلمانية من 12 غرفة إلى 16 غرفة، وذلك يعني نستطيع عمل عمليات أكثر. أيضا راح يتم تمديد ساعات، وحقيقة تم البدء تمديد ساعات العمل إلى الساعة 6 مساء وأيام العطل الرسمية، وهذه لتقليص فترة الانتظار للعمليات الجراحية.